face back? امبارح بالليل في شباب من الفلاحين من براتون هجموا على حراسنا وقتلون. انتوا اكيد معكم خبر بهذا الشيء. عشان هيك الباك الكبير قرر انه يشنو نزار؟ لانه هو شاب وفلاح. الباقية يتعلموا هيك. نزار كمان قتل حراس. والباك عم يقول انه لو من الاول شنقنا يلي قتلوا الحراس ما كان اجا فلاحين غيرهم وقتلوا حراس تانيين. حضرتك مقتنع بهيدا المنطق يا بيك؟ انا ما عاد مقتنع بشيء اصلا. لا مقتنع بحالي ولا مقتنع بالتانيين. صرت حاسس بالخطر لحقني للنهار. خطر مش من برات القصر يا بيك. الخطر من جوا. شو قصدك يعني؟ قصدي انه مش الفلاحين اللي رح يقضوا عليكم يا بيك. انتوا اللي رح تقضوا على بعض. الحقد اللي عم شوفه بيناتكم هون ما كنت شايفه مثله بحياتي وقتها كنت عايشه مع اهلي. شو عم تحكي فطون؟ صدقني يا بيك انتوا بتكرهوا بعض اكثر بكثير ما نحن بنكرهكم. اسكتي فوتون. اسكتي. معلش يا بيك. فوتون من هارا هي كثير معلقه بخيا. يا ريت فيك تطلب من الباك الكبير انه ما نظهر انا وياها نشوف شو راح يصير.